اختبار الحمل المنزلي مشهور جدا ومفيش ست ما عملتهوش. عشان كده في حلقة النهارده هقول لك بيعتمد على ايه، بيشتغل ازاي، ايه هو الوقت الصحيح اللي تعمليه فيه، امتى يدي نتيجة صحيحة وامتى ما يديش نتيجة صحيحة، ازاي تعرفي هل في حمل ولا مفيش، كل المعلومات وكل الأسئلة اللي بتدور في دماغك عن اختبار الحمل المنزلي في حلقة النهارده. معاكم دكتور أحمد خميس، يلا بينا نبدأ الحلقة عشان ما نطولش عليكم. ده كده هو التحليل ده بيعتمد على ايه؟ التحليل ده بيعتمد على هرمون الـ HCG اللي هو هرمون الحمل. طب ايه هو هرمون الحمل ده؟ ده هرمون بيبدأ يتفرز مع بداية الحمل في الدورة الدموية، وبعد فترة بيبدأ ينزل في البول، وده اللي احنا بندور عليه في البول او بندور عليه في الدم من خلال اختبار الدم، ونشوف هرمون الحمل ده رقمه كام وموجود ولا لا. لو طلع موجود سواء في البول او في الدم نبدأ نقول مبروك انت حامل. طيب امتى نعمل الفحص المنزلي او نعمل اختبار الحمل المنزلي ده ونشوف الهرمون نزل ولا لا؟ في البداية كده الهرمون ده بينزل في البول من 12 ل 14 يوم بعد مرور التبويض. يعني ايه الكلام ده؟ هقولك، احنا قلنا ان النظام الطبيعي للدورة بتبدأ من يوم 1 ليوم 28، والتبويض بيحصل تقريبا في يوم 14، قبل منه بيومين او بعده بيومين، المهم ان هو بيحصل حول يوم 14. طيب امتى ينزل هرمون الحمل في البول او في الدم؟ من 12 ل 14 يوم من التبويض. يعني ايه؟ يعني من يوم 14 اللي هو حصل في التبويض هنعد من 12 ل 14 يوم، يعني ممكن لحد يوم 28 ونبدا نشوفه في البول. ممكن يكون نازل قبل كده بحاجات بسيطه او بعد كده بحاجات بسيطه، بس المهم ان احنا ما نعملوش قبل كده. يعني في ناس بتعملوا بعض العلاقه بيومين ثلاثه، او ناس بتعملوا بعض التبويض بيومين ثلاثه او باسبوع، في الغالب مش هيطلع علشان الهرمون بتاع الحمل ما بيكونش لسه اتفرز. ودي معلومه مهمه جدا لازم كل النساء تاخد بالها منها، ان هي بتعمله بعد التبويض باسبوع او بعد التبويض ب10 ايام وتقول لك لا ده ما فيش حمل، تبدا تتنطط وتتحرك وتاخد ادويه، وممكن الحمل يظهر بعد 12 او 14 يوم او بعد كده بكتير كمان، ممكن بعد اسبوع كمان من ال 28 يوم اللي هم بتوع الدوره الطبيعيه. طيب الحل ايه وايه الطريقه الصحيحه اللي نعمل بيها اختبار الحمل المنزلي؟ نستنى 14 يوم بعد عمليه التبويض ونبدا نعمل التحليل المنزلي ونشوف طلع تمام وفي حمل، مبروك. والافضل من ده كله انك تعملي اختبار في الدم. اختبار الدم بيبان بعد 11 يوم بس من التبويض، وبيبين بالرقم انت فيه هرمون حمل موجود وحصل حمل ولا لا. طيب التحليل ده بيتعمل ازاي وايه انواعه والطريقه الصحيحه اللي ممكن اتعامل بيها؟ في البدايه كده الصراحه في انواع كتيره جدا موجوده في السوق بتستخدم الموضوع ده، وكلهم بيعتمدوا على نفس الفكره اللي هي بنقيس هرمون ال HCG اللي هو هرمون الحمل. كلهم بيعتمدوا على الفكره دي، حتى الرقم بيعتمد على الموضوع ده، يشوف هرمون الحمل موجود ولا لا. طيب نعمله ازاي؟ في نصيحه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان احسن وقت ناخد فيه عينه البول اللي هي عينه الصبح. هتقولي لي ليه؟ اقول لك علشان الدراسات والابحاث اثبتت ان نسبه الهرمونات الصبح بتكون عاليه جدا، خصوصا في البول بتاع الصبح، فلما تعمليه بيكون واضح جدا معاكي والخطين بيكونوا واضحين. انما لو عملتيه مثلا المغرب او على مدار اليوم بتكوني شربتي سوائل كتير، بتكوني شربتي كافيين كتير، بتكوني شربتي شاي، في حاجات كتير خدت دواء، كل الحاجات ديت بتاثر على ظهور هرمون الحمل وممكن النتيجه ما تكونش واضحه معاكي. علشان كده مهم جدا انك تعمليه الصبح اول حمام، تكون العينه كويسه، ما يكونش فيها دم، ما يكونش فيها بروتين، ما تكونش العلبه ملوثه، يكون حمام كويس. اول شويه ميه نرميهم بره، بعد كده ناخد شويه الميه اللي في النص اللي هم الكويسين. يعني ما ناخدش الميه اول ما تعمل حمام على طول، اول شويه ميه نرميهم بحيث لو في افرازات مهبليه او في اي حاجه ما تنزلش في العينه وتبوظ معاك النتيجه. طيب بنعمله ازاي؟ بنجيب العينه وناخد البلاستيكيه اللي في الصوره ديت وناخد بيها نقطتين او ثلاث نقط ميه، نحطهم في المكان المخصص ليها ونصبر عليها من دقيقتين لخمس دقائق، وهيظهر لك اربع نتائج ما فيش غيرهم. ايه هم الاربع نتائج دول؟ اول نتيجه هتظهر لك هتكون بالشكل ده، عندك خطين حمر عند السي والتي، وده معناه مبروك انت حامل وان شاء الله في حمل، وتبداي تروحي المعمل تعملي اختبار رقمي وتتاكدي، او تروحي لدكتورة النساء وده مهم جدا عشان تبدا تكتب لك ادويه الحمل زي الكالسيوم وفوليك اسيد وغيرهم من ادويه الحمل اللي بتنكتب في اول 3 شهور. طيب تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه ان هو يظهر لك خط واحد عند السي، كلمه سي ديت يعني كنترول والتي يعني تيست. كنترول ده اللي هو بيبين لك ان الجهاز شغال كويس، لو طلع عنده بس
والتي ما عندهاش، يبقى انت كده للاسف مفيش حمل وسلب. ممكن تصبر اسبوع وتعمليه كمان مره، هيبان معاكي في حمل ولا مفيش، او الدوره تنزل ولا ما تنزلش. ده تاني حاجه. تالت حاجه، هيبان خط واضح عند السي اللي هو الكنترول، والخط اللي عند التي بيكون باهت زي الصوره دي كده، مش واضح هل في حمل ولا مفيش. الحل ايه؟ الحل انك تصبري كمان كام يوم، 3 4 ايام او اسبوع، وتبداي تكرري تاني، او تروحي تعملي اختبار في الدم على طول وتتاكدي في حمل ولا مفيش، ونفس الكلام تروحي لدكتورة النساء عشان تبداي تشوفي في حمل ولا مفيش. رابع حاجه ممكن تظهر لك، ان ما يظهرش خطوط خالص زي الصوره دي كده، والكلام ده معناه ان الجهاز بايظ، ولا السي شغال اللي هو الكنترول الطبيعي اللي المفروض يطلع حتى لو مفيش حمل، ولا التي اللي هو التيست بتاعي. طب الحل، تجيب اختبار تاني نظيف، او تعمل اختبار الدم زي ما قلنا. دول كده الاربع طرق اللي بيظهروا معاكي، والنتائج اللي بتظهر معاكي في اختبار الحمل المنزلي اللي هو ده. كده كنت وصلت لنهاية الحلقة، اتمنى تكون الحلقة عجبتك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم دكتور احمد خميس، والسلام عليكم.